هاي ماميز، كيفنا اليوم؟ اليوم تعلمت وصفة لشوربة العدس، كتير حبيتها ولقيتها خرج الامرأة العاملة، يعني خرج يلي بتشتغل وجاية وبدها تعمل شوربة على السريع وهيك. قلت لازم شاركها معكم. أنا عم جربها مثلي مثلكم. هاي أول شي، أنا بطبخها بغير طريقة، تعلمت هالطريقة اليوم منشوفها، لأنه هالبدها 10 دقايق بتكون خالصة. Can you believe؟ شو 10 دقايق، ربع ساعة تكون خالصة السوب، يعني ماشي. يعني بين ما أعصر الليمون وهيك بكون خلصت السوب. هلا حجربها انا وياكم وحقلكم شو حعمل فيها شوي شوي، وبعدين بنشوف النتيجة. هلا في بقلبها بس حبة بطاطا وقصيتها وجزر. هلا بقلكم دي مكعبات الكيري، مكعبات كيري، وهيدي كاستين، بهاي كاسة ايكيا، كاستين عدس، وبدنا رز والبهارات تاعولا. اوكي، هلا اول شي حاغسل العدس وزيد عليهم الرز. بس كنت بدي فرجيكم قد ايه حطيت رز، بس هالقد رز فقط. خلينا نغسل العدس ونشوف شو. عم بغسل العدس. عندي هاي كتير 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 بحبها لغسل الرز العدس. ليه؟ لأنه بتصفوا المي من هالميل، يعني بتحطوا هيدي مي شرب يلي عم غسل فيها العدس. على فكرة يعني بغسل العدس، وبعد ما اغسلهم للعدس بس بعمل هيك وبصفي المي. هيدي لايف سيفر على فكرة. عادة ما بستعمل طنجرة الضغط غير لسلق اللحمة، واطبخ الفاصوليا فيها، الفاصوليا العريضة. هلا بدنا نحط كل شي مكونات عنا، البطاطا والجزر والعدس كلهم بدنا نحطهم بقلب طنجرة الضغط. حطيت البطاطا والجزر والعدس بقلب الطنجرة، وهلأ بدنا ننتقل على البهارات. البهارات يلي عم حطها بقلب الطنجرة هفرجيكم أول اختراع. هيدا الاختراع أنا جايبته من تركيا، بقى يلي بيروح على تركيا لازم لازم يجيب منه، يلي هو بهارات الماجي، ماجي سبايسز. بدل ما كنا نستعمل مكعبات وما مكعبات، هلا بطلت استعمل غير هيدا بهار الماجي. عم فرجيكم هي بطلت. هلا بحط معلقة صغيرة بهار الماجي، براس المعلقة عم حط بهار ابيض. هلا بدي رشة كمون، وبعدين ميكس سبايسز، هو اسمه بهارات مشكلة، بتلاقوه كيس بالجمعية اسمه ميكس سبايسز. هلا بدنا نحطهم مي، بنعبيها مي وبنحطها على النار. حسيت انه عدلكم شوي، حطيت بهارات الماجي وحطيت براس المعلقة بهار أبيض، رشيت رشة كمون، وكمان هيك شوي ميكس سبايسز، كيس تلاقوه بالجمعية. وهدول المكونات يلي عنا، بطاطا وجزر وعدس. أنا غالية الكتل، وهلأ حفضي المي فوقن. وهيك حطيتها على النار، وهلا بدي اضغطها لطنجرة الضغط
وبعد ما تصفر طنجرة الضغط ب5 دقايق بطفيها، بتركها على النار اصلا شي 10 دقايق بدها، لحتى لانه المي سخنة اوريدي بالكتل مسخنتها. بعدين بس تصفر صفيرة طنجرة الضغط ب5 دقايق بطفي تحتها. وهلا هرجع كل شي لمطرحه لبين، واعصر هول لبين ما تزمر طنجرة الضغط. يا جماعة صفرت طنجرة الضغط، هلأ بدي وطي تحتها وعير 5 دقايق. وفتحت الطنجرة وهيك كان المنظر، مستوية على الآخر، وأخدت 10 دقايق عن جد. يمكن بعد ما خلصت على فكرة العصير، بعدني عم بعمله بعد ما خلصت شغل العصير، يعني هالقد أخذت وقت قليل. هلا بدنا ناخد الهند، ما بعرف شو بتسموها انتو عندكم، الهند انا مسميتها هند، ما بعرف شو اسمها، ميكسر ما بعرف، ونعمل فيها شوربة. هلا بطاطا مستوية، الجزر مستوي، هلا الخدعة في مكعبات الكيري، يا بتحطوا كريمة يا بتحطوا مكعبات كيري، وبترجعوا بتخلطوهم بالهاند قبل ما تحطوهم على النار. هلا انا بحب لونها هيدا الاصفر، يلي يعني بحب لون الاصفر الاغمق في حط كركم، بس انا ما بحط كركم، ما بحب طعمته، وما بحس هيك لونها الاوريجينال هيدا اللون هو اللي انا بحبه. كل واحد مثل ما بحب بيعمل. هلا بس بدنا نحط الكيري بقلبها، وبعدين نرجع نخلطها بالخلاط لحتى تذوب الكيري بقلبها. هاي صاروا 2، بعد في وحدة. على فكرة أنا كتير مبسوطة، أنا بحب الأكل السريع، يعني ما بحب ضلني ساعات طويلة قاعدة بالمطبخ بطبخ، ما عندي مود أنا طبخ وما طبخ وهيك قصة يعني. بقى مشان هيك كتير انبسطت فيها، هي إنها سريعة وعندي بنتي كتير بتحبها، يعني صار فيني أعملها بلا ما تاخد معي كتير وقت. I'm happy. حطيتها على النار، حركتها شوي بس بدي اياها تغلي غلوة يعني بس. وصراحة بعدنا بنعصر بالهالليمون لبين ما خلصوا، يعني عن جد بتاخد ربع ساعة. هلا هي خالصة، يعني شوربة العدس الفظيعة. شو بدنا نسميها؟ شوربة العدس المرأة العاملة. حلو هيدا الاسم صح؟ شوربة عدس المرأة العاملة، أسرع شوربة عدس بالتاريخ. أعطوها أسامي اللي بدكم إياها بس تستاهل يعني تسموه. إذا بدكم تحطوا كركم قلت لكم علشان تغمقوا لونها، بس أنا هيك لونها كتير عاجبني. وهلأ منشوفها على السفرة وقت التقديم. وهيك طلع شكلها للسوب، كتير 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 كتير. شو لين طيبة؟ كتير طيبة صح.
هلا اذا وهيك فيني نكون اتفق خلصنا معك بدي اول اكمل فيديو الوصفة. لرمضان، الله كتير طيب، وبحب لكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وكومنت اذا جربتوا الطبخة، ورمضان كريم ينعاد على الجميع.